نرجع تاني زي ما بدأت النهاردة الحلقة، ودايما أشيد بالفريق اللي كان خرج بالنتيجة اللي هو عايزها وعمل كده عشان يخرج بالنتيجة اللي هو عايزها. النهاردة إيسترن زي ما قلت لكم عمل اللي هو عايزه في المباراة، دافع بشكل جيد وكان له بعض الظهور الهجومي على مرمى النادي الأهلي، خرج بالنتيجة الإيجابية اللي هو عايزها. وزي ما قلت لكم الكابتن علاء عبد العال الفترة الأخيرة أداء ونتائج رائعة لإيسترن في محاولة لإبعاد الفريق عن المنطقة الخطر. لو إيسترن السنة دي بقى في الدوري الممتاز فسينسب الفضل الأول للكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال. يا كابتن علاء صباح الخير، مشرف ومنور، وبهنيك على الأداء والنتيجة النهاردة. صباح الخير يا كابتن كريم، اهلا بيك وبشكرك على الكلام الجميل ده. اقل من حقك، واللي بيحصل مع إيسترن في المباريات الاخيره ده يعني اقرب للاعجاز، نتائج ايجابيه بالجمله، انتصارات كبيره وانتصارات كثيره، وحتى في المباريات الكبيره ما بتطلعش خسران، فده اداء رائع جدا يا كابتن علاء. والله الحمد لله، ويمكن انا قلت للاعبين وقلت للاداره عندنا لو بقي فريق إيستر كومباني في الدوري الممتاز هيبقى بمثابه الاعجاز وبمثابه حصولك على بطوله، لان احنا جايين من بعيد قوي يا كابتن كريم، احنا جايين من بعيد قوي، احنا جايين من المركز الاخير. احنا المقصه اللي تاكد هبوطه كان فوقنا بحوالي 7 8 نقاط في بدايه الموسم، كونا كان بعيد علينا قوي، المقاولين كان بعيد علينا قوي، الغاز المحله ان احنا نحصل الناس دي في الخطوات الاخيره ونعديهم بعد النقطه بتاعت النهارده، ده خد جهد كبير قوي وتعب من الجهاز واللعيبه وثقه مجلس الاداره فينا. يا رب ان شاء الله كده نحقق الهدف ونبقى بالفريق في الدوري الممتاز ان شاء الله. المباراه النهارده كانت صعبه بالتاكيد، بتلعب مع النادي الاهلي حتى لو عنده غيابات كثيره، ولكن تبقى مواجهه الاهلي هي مواجهه صعبه بكل المقاييس. اكيد طبعا يا كابتن كريم، بالفريق ده وبالغيابات اللي عنده قدر يفوز على الاتحاد السكندري، وقدر يفوز المصري. على المصري صحيح في الدوري، وقدر يفوز على المقاصه في الكاد. النادي الاهلي لعيبه النهارده الشباب بقالوا فتره واخدين، عندهم دوافع كبيره، في لعيبه كبيره موجوده في الملعب مثل الثلاثي الدفاع عبد المنعم ورامي ربيعه ومحمود متولي، حسام حسن موجود، محمد هاني وكريم فؤاد موجودين، يعني ومحقق نتائج كويسه الفتره الاخيره، يمكن الاداء مش على ما يرام طبعا، انما ده النادي الاهلي. فبقول ان لا، النهارده التعادل خدنا اللي احنا عايزينه زي ما انت قلت في بدايه البرنامج صح، او بدايه المقدمه صح. ان انا معايا نقطه ما اخسرهاش، اذا نقفل كويس قوي على مفتاح لعب النادي الاهلي، يمكن فرصه او فرصتين لي طوال المباراه، قدرنا ان احنا نوصل لمرمى النادي الاهلي. يعني الكره الاخيره بتاعت علي لطفي دي اللي صدها من عماد ميهوب دي هدف محقق. امتى يا كابتن علاء تكتيكيا وفنيا حسيت ان انا ممكن في اللحظه دي اطمع في المباراه؟ في اللحظه اللي نزلت فيها تمساح بس ما اداش على الوجه الاكمل، وكان هيبقى في تغييرات هجوميه ثانيه، بس جه طبعا الطرد بتاع محمد صالح ولعبت ناقص، بدات طبعا اقلق واحافظ على النقطه افضل من ما فيش، انما كان في وقت كنت عايزه في المباراه ان انا ابدا اشارك محمد رمضان ومع تمساح مع الاوفه ثلاثي هجوم يديني نقله ثانيه، بس يمكن ظروف المباراه وسير المباراه. ايه اللي خلاك في اللحظه دي تفكر انك تباغت النادي الاهلي؟ ايه اللي شفته في النادي الاهلي خلاك تفكر تباغته؟ ان خلاص النادي الاهلي بدا يندفع بشكل كبير جدا اللي عايز يحرز هدف، نص الملعب بدا يفضى، خروج محمد محمود، خروج رامي ربيعه برضو اعتقد يعني يعني بدا يدينا فرصه في تحت، بس انا بقول لك الطرد اللي حصل كان حلقنا حوالي 10 دقائق بعدي، 5 دقائق في الوقت القصر، 5 دقائق 10 دقائق كتير في مباراه، الطرد ده اثر علينا بشكل كبير، فاضطريت ان انا انزل بديفندر زي محمد خليفه وتبديل مهاجم ومهاجم، يعني محمد ميهوب باحمد امين اوف، ما ادانيش الفرصه ان بلعب ناقص العدد، فما ادانيش فرصه ان انا اغامر مع النادي الاهلي، وقلت اطلع بنقطه افضل ان شاء الله. امتى هتحس انك اطمنت خلاص ان الفريق باقي في الدوري؟ يعني انت بتقول اللاعبين محتاجين كام نقطه كمان؟ لما نوصل ان شاء الله للنقطه 34 باذن الله. يعني فاضل لك كام نقطه؟ عندنا 29 نقطه دلوقتي، انا محتاج بالثلاث مباريات اللي جايين ان شاء الله 5 نقاط في ظل برضه ما اعرفش نتائج الفرق المنافسه الاخرى. صح. يعني ممكن يبقى اقل. ممكن يبقى أقل. صحيح. احنا ماشيين مباراه بمباراه. المواجهه اللي جايه مواجهه الاسماعيلي. مباراه مواجهه صعبه والاسماعيلي منتشي وفايق.
ان شاء الله الاسماعيلي فرقه كويسه ومحترمه، طبعا هو ضمن البقاء، عنده مباراتين مع المصري وبعدين الاهلي وبعدين يقابلنا، هنتفرج عليه بشكل كويس ان شاء الله. ضمانه للبقاء يسهل لك المواجهه ولا يصعبها؟ لا اكيد يسهل، بس هي يسهل. هي سلاح ذو حدين، يعني ما هو ده الاصل، ما يبقاش في ضغط جماهيري كبير عليه على علينا احنا، اللعيبه ما تبقاش عندها دوافع كبيره، انما بيديهم اريحيه اكتر، هدوء اعصاب اكتر، وده اللي هنشتغل عليه مع اللعيبه، ان احنا ما نبقاش مندفعين ونقدر نتعامل مع المباراه بشكل جيد ان شاء الله. مطمن على بقاء الفريق في الدوري الممتاز؟ بنحاول والله يا كريم، وان شاء الله خير يا رب باذن الله. بنحاول لو بقى يعني انتم شايفين كلكم الجهد اللي مبذول واضح والتعب، واعتقد ان احنا نستحق بشكل كبير ان شاء الله. لو بقى الفريق في الممتاز حضرتك مستمر معاهم؟ والله لسه، يعني هو سابق الاول، وانما انا شايف الناس محترمين جدا ومتمسكين بيا وادوني اريحيه في العمل، في تغيير اللاعبين اللي انا عايزهم والكلام ده كله. اعتقد النادي ده لو بكر في الدوري الممتاز هيبقى في حته ثانيه ان شاء الله. كابتن علاء عبد العال مدير فني الفريق اسن كمباني، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك على النتيجه النهارده قدام النادي الاهلي، التعادل السلبي.